اليوم هنا في النقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في معسكر جباليا. هذه النقطة التي صمدت ما قبل العدوان الأخير على المخيم. أيضا نحن اليوم هنا عدنا للعمل وبقوة إن شاء الله في خدمة أبناء شعبنا والمحتاجين لها ولهذه الخدمة. اليوم نحن تم تشكيل 3 نقاط على مستوى شمال قطاع غزة، النقاط الطبية تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا تم عمل 3 نقاط طبية في منطقة مدينة غزة، وعودة اللي هو عمل رقم 101 وإسعافات الجمعية في منطقة شمال غزة أو شمال الوادي بشكل أجمع. نحن اليوم نحاول العودة وبقوة واستمرارية عملنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى شمال الوادي. ماذا عن الإمدادات الطبية والمستلزمات الأهلية؟ حاليا نعاني من شح الإمكانيات وقلة توفرها، طلبنا من المانحين توفير هذه الإمكانيات، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل إلينا أي شيء من هذه الإمكانيات والمستلزمات اللازمة، المستلزمات الطبية الضرورية التي نحتاجها لاستمرارية عملنا.